كلمتكم قريب عن اتنين لعيبة مصريين اخوات محترفين في واحد من اكبر الاندية واشهرها في المانيا وهو نادي بروسيا مونشنجلادباخ. لكن المصريين المحترفين في المانيا لسه ما خلصوش، والنهارده هيكون معادنا مع واحد من اللعيبة دول واللي كمان بالمناسبة بيلعب برضه في نادي كبير جدا بألمانيا. عشان كده بوعدكم النهارده بحلقة هتكون مميزة جدا. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، لو حابين تعرفوا كل اللعيبة المصريين والعرب المحترفين في اوروبا وفي العالم، ما تنسوش دلوقتي حالا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان تجيلكم الحلقات اول باول بمجرد نشرها. وتعالوا بقى ارجعوا عشان ندخل في التفاصيل. اللاعب اللي بنتكلم عنه النهاردة اسمه تيبو جوبرييل، وهو لاعب كرة قدم مصري ألماني محترف في واحد من أشهر وأكبر الأندية الألمانية وهو نادي هوفنهايم. هو من مواليد ألمانيا في عام 2006 لأب ألماني وأم مصرية، وحاليا بيلعب في فريق تحت 16 سنة بنادي هوفنهايم. مركز تيبو في الملعب هو السنتر باك أو المساك، وكمان بيلعب في مركز الهاف ديفندر رقم 6. وبداية كرة القدم مع تيبو بدأت من وهو صغير جدا، لما بدأت عليه ملامح أو مظاهر التعلق بكرة القدم علشان يقرر والده ووالدته إن هما يضموه لواحد من الأندية الصغيرة القريبة من المنزل علشان خاطر إن هو يمارس اللعبة اللي بيحبها. لكن تيبو ما عادش أكتر من شهرين بس مع النادي ده، وانتقل بعدها لواحد من الأندية اللي عندها مدارس كورة مميزة وبتطلع لعيبة تلعب في بعد كده في أندية كبيرة في ألمانيا وهو نادي روزنهور. وفي سن 10 سنوات انتقل تيبو لنادي FSV فرانكفورت بعد ما خاض فترة اختبارات مع الفريق، نجح من خلالها في إثبات وجوده وانضم بالفعل للنادي، وقضى 6 سنوات داخل هذا الفريق أثبت وجوده فيها بشكل مميز وتألق فيها بشكل لفت أنظار أندية تانية أنها تضمه، وكان أهمها نادي هوفنهايم اللي بالفعل قدم عرض لتيبو وتم بالفعل الانتقال في شهر يونيو الماضي. وكانت صفقة الانتقال بالمناسبة هي أكبر صفقة في تاريخ الناشئين بنادي FSV فرانكفورت. انضمام تيبو لهوفنهايم جه بعد ما تابعوه لمدة سنة ونص كاملة، اقتنعوا فيها بإمكانياته وبمهاراته، عشان كده انضم في النهاية لهوفنهايم. وبرغم من ان تيبو مش لاعب بيلعب في مركز المهاجم او في خط الهجوم، لكنه عنده في الاحصائيات بتاعته الارقام التهديفيه هنلاقي ان هي مميزه جدا، وده بفضل اتقانه لضربات الراس، وكمان هو يعتبر متخصص تسجيل او تسديد الركلات الثابته وخاصه ركلات الجزاء سواء في فريقه السابق FSV فرانكفورت او حتى مع فريقه الجديد هوفنهايم. تيبو خد 6 مباريات في الاعداد للموسم الجديد مع فريق تحت 16 سنه بهوفنهايم، قدر من خلالها ان هو يسجل هدفين ويصنع 4. ولما نشوف احصائياته كمان مع فريقه السابق في الموسم الماضي هنلاقي ان هو قدر انه يسجل 11 هدف، برغم من ان الموسم حتى ما اكتملش بسبب انتشار فيروس كورونا. كانت معظم صحيح الاهداف من ركلات جزاء، لكن كمان سجل عدد كبير من الاهداف زي ما بنقول بضربات الراس اللي بيتقنها بشكل مميز جدا. من اهم مميزات تيبو في الملعب الشخصيه القويه والقياده، علشان كده مش غريب ابدا ان يتم اختياره كابتن لفريقه السابق FSV فرانكفورت لمده 4 سنوات متتاليه، حتى كمان في نادي الجديد هوفنهايم رغم انه انضم من شهرين بس، الا انه كمان المدرب اختاره انه يكون رقم 2 في ترتيب كباتن الفريق. كمان تيبو مميز في القوه في الالتحامات في الضغط على المنافس، اتقان ضربات الراس زي ما اتكلمنا، وكمان التمرير الجيد والرؤيه الجيده للملعب، وزي ما قلنا وذكرنا مميز كمان جدا في تسديد الركلات الثابته وخاصه ركلات الجزاء واللي بيسجل منها عدد كبير جدا من الاهداف. تيبو عنده كمان ميزه مهمه جدا وهو القدره على التصرف في موقف واحد ضد واحد بشكل مميز، لان كمان عنده مهاره المراوغه، يعني مهاره مميزه، بالتالي يقدر ان هو يحل كتير جدا من المشاكل او المواقف الصعبه للاعب اللي هو لاعب خط الوسط اللي ممكن يتحط فيها في اي وقت من الاوقات. بيقدر يتصرف بشكل كويس، يتخلص من الضغط، ويقدر بعدها يمرر او يفتح الملعب لزملائه من خلال تمريراته وكراته البينية العالية اللي كمان متميز فيها بشكل كبير جدا. وزي ما انتم متعودين مننا في ذا سكاوت، دايما بنحاول ان احنا نتواصل مع الاجهزة الفنية المختلفة لمنتخبات مصر الوطنية، علشان كده اتصلنا او كان في ما بيننا وما بين الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب 2006 اتصال، وبالفعل عرفناه بتيبو واكد انه ممكن جدا في القريب العاجل يكون موجود مع منتخب مصر في احد المعسكرات. لكن كمان ما كانش ينفع نتكلم مع الكابتن مؤمن بس وما نتكلمش مع تيبو، تم بالفعل التواصل مع تيبو، ويمكن النهاردة هيكون موجود معانا بينورنا في الاستوديو. سألناه عن حاجات كتير جدا، سألناه عن رغبته في التمثيل المنتخب المصري، وسألناه حاجات تانية. تعالوا نشوف ونسمع قال ايه ونرجع نكمل
حلقتنا مع بعض. اهلا بيك يا تيبو معانا في برنامج ذا سكاوت. اهلا بيك تيبو. في البداية يمكن يعني الناس عايزة تعرفك اكتر، فممكن تعرف نفسك للمشاهدين؟ اكيد. انا اسمي تيبو غبريال، عندي الجنسيتين المصري والالماني، بابايا الماني ومامتي مصرية. انا عندي 15 سنة وبلعب في فرقة هوفنهايم الالمانية، بلعب هاف ديفندر وسنتر باك. كويس قوي. هوفنهايم الحقيقة واحد من الاندية الكبيرة جدا في المانيا، ممكن تقول لنا ازاي انتقلت لنادي بحجم هوفنهايم؟ بعد اول ماتش في السيزون اللي فات جالي تليفون ان انا اروح هوفنهايم وابص على المكان اللي هناك، النادي والامكانيات اللي في النادي بس. وانا رحت واتبسطت وعرفت ان هما كانوا متابعيني من سنة. طب ممكن تقول لنا بقى الفرق ما بين ناديك السابق نادي اس فاو ونادي هوفنهايم؟ الفرق طبعا في الفلوس، هوفنهايم عندها فلوس كتير جدا، فبتقدر تدي لك الامكانيات، عندك امكانيات اكتر. وطبعا هوفنهايم درجة اولى، فعندنا ماتشات وتنافس اكبر، وعندنا طبعا مدربين وكشافين وعيون احسن بكتير في النادي. طيب تيبو، يعني انا اتكلمت مع مدرب منتخب مصر مواليد 2006 كابتن مؤمن سليمان عنك وعن لعيبه تانية كمان محترفين في اوروبا، وهو يعني الفتره اللي جايه المفروض ان هو هيتابعك، وارد جدا يبعت لك استدعاء ان هو يشوفك في معسكر من معسكرات المنتخب. فهل انت عندك الاستعداد لو جالك الدعوه من منتخب مصر انت فعلا تيجي وتلعب باسم منتخب مصر؟ أكيد طبعاً، ده هيبقى شرف ليا إن أنا ألعب لمنتخب مصر، أو يبقى كنت أبقى لابس التيشيرت بتاع منتخب مصر ونلعب ضد السنغال ونلعب ضد المغرب وكده. أنا بقى مبسوط وأنا عايز إن ده يحصل وإن شاء الله. هل أنت بتتابع الكرة المصرية؟ هو أنا بتابع الماتشات المهمة، لما الأهلي والزمالك، لما يبقى فيه ماتشات كويسة في الدوري بيتلعبوا، بس غير كده مش قوي يعني. طيب هل بقى في ألمانيا جالك قبل كده استدعاء أو حد كلمك قالك إن هو متابعك من منتخبات ألمانيا للناشئين؟ هو المشكلة كانت إنه أنا كنت سنتين في التصفيات بتاعة المنتخب بتاع المحافظة، وبدأنا كنا فعلا بنبدأ نبقى فريق وكده، عشان في الآخر بعد السنتين دي بنلعب ضد بعض، وبعدين المدرب بتاع المنتخب بالظبط بيبص علينا وبيختار اللعيبة بس. فالمشكلة ان الكورونا وقفت كل الحاجات دي، فالمدرب ما بصش بقى وكده، اتصل بالمدربين بتاعت الأندية القوية زي بايرن زي دورتموند زي الفرق الكبيرة جدا دوري الأول، وبياخد منهم بقى لعيبة 6-7 لعيبة، وبعدين بيختار بقى في المنتخب مين هياخده ومين ما هياخده بس. فده كان صعب بالنسبة لي، بس طبعا دلوقتي الفرصة لما عشان انا رحت هوفنهايم دلوقتي، فالفرصة بالنسبة لي ان انا يجي لي استدعاء من منتخب المانيا وانا اروح ووري نفسي، وهو فعلا دلوقتي هيشوفني وكده، ده طبعا اكبر بكتير الفرصة. تمام. طيب عايز اعرف بقى مين مسرك الاعلى عالميا ومحليا من اللعيبة المصريين لو بتتابع يعني. عالميا طبعا ماركينيوس، عشان بيلعب نفس البوزيشنز بشوف نفسي فيه كويس قوي، بيلعب هاف ديفندر وسنتر باك، وبيغير مش في كل ماتش بس يعني بنشوفه هنا وبنشوفه هنا، وبيلعب زي ما انا بحب العب وببقى مبسوط ان انا اتفرج عليه، فده بالنسبه لي انا عايز اطلع زيه. ومحليا مش متابع قوي، فمش ما عنديش فما فيش مثل اعلى يعتبر في مصر انك مش متابع بشكل قوي يعني. بالظبط. تمام. طيب عايز اسالك بالنسبه برضو، هرجع لك تاني لمنتخب مصر، هل انت شايف ان انت قادر انك فعلا يكون ليك اضافه في منتخب مصر ان شاء الله؟ هو بص، انا مش بحب ان انا اتكلم على نفسي ان انا احسن لعيبه وانا قوي قوي ولا عارف افيد كويس قوي، بس فعلا حاسس انه هقدر افيد منتخب مصر، ان انا عشان برضو بلعب كذا بوزيشن، فعلا هعرف ادي حاجه وبرضو يعني هعرف ادي حاجه في الفرقه، وفعلا حاسس ان انا ممكن افيدهم. وجه كلمه بقى للفانز بتوعك في مصر. طبعا شكرا على المشاهده من الفانز، وشكرا ليك طبعا، ان شاء الله اطلع حاجه كويسه في هوفنهايم وتسمعوا عني كويس في هوفنهايم واعمل شغل كويس في هوفنهايم، وان شاء الله طبعا العب لمنتخب مصر ووري نفسي في منتخب مصر واقدر افيد منتخب مصر، وان شاء الله تسمعوا عني. شكرا جزيلا يا تيبو، شكرا ليك. شكرا.
زي ما شفنا وسمعنا يعني تيبو مصري جدا، بيحب بلده ومصر ونفسه يلعب بتيشيرت المنتخب المصري، وكلامه حتى كان كله حماس وباين فيه اقتناعه بفكرة لعبه للمنتخب المصري واهتمامه بان هو يلعب لمنتخب المصري. علشان كده بتمنى من كل قلبي انه المجهودات اللي احنا بذلناها سواء بالتواصل مع الكابتن مؤمن سليمان من جانب او مع تيبو من جانب تاني تكلل في النهاية بالنجاح، ونشوف بالفعل تيبو بيلعب بقميص المنتخب المصري، والأهم من كده أنه بالفعل يكون إضافة للمنتخب زي ما قال تيبو في المقابلة. مرة تانية بنرجع مع فقرة مواهب عالمية، واللي بنسلط فيها الضوء على مواهب مميزة جدا ممكن جدا نشوفها في المستقبل القريب من أفضل المواهب على مستوى العالم. فلو بتحب تعرف مين هم ممكن يكونوا نجوم المستقبل، ففي الفقرة دي هنجاوبك على السؤال ده. ونجم حلقة النهاردة أو فقرة النهاردة من مواهب عالمية اسمه فيليب ستيفانوفيتش، وهو لاعب صربي عمره 18 سنة بيلعب في نادي هيرنفين الهولندي في مركز الوينج ليفت. بدأت مسيرة ستيفانوفيتش مع كرة القدم مع نادي بارتيزان بلغراد الصربي، وبيعتبر واحد من أصغر اللعيبة اللي لعبت في الدوري الأوروبي لما لعب في موسم 18-19 وهو في عمر 16 سنة بس، علشان يخطفوا العملاق الإنجليزي نادي مانشستر سيتي ويضمه بعدها يعيره تاني لناديه نادي بلغراد لمدة 6 شهور. رجع مرة تانية ستيفانوفيتش لمانشستر سيتي اللي قرر ان هو يعيره مرة تانية ولكن في فترة اعارة اطول شوية لنادي هيرنفين الهولندي علشان يكتسب الخبرات ويرجع مرة تانية لنادي مانشستر سيتي في عام 2023. ستيفانوفيتش لاعب مميز جدا في المراوغة، مميز في موقف واحد ضد واحد، وتصويباته برجله اليمين مميزة جدا وبيسجل من خلالها العديد من الأهداف. قدراته التهديفية عالية، خاصة وأنه قدر أنه يسجل 11 هدف ويصنع 5 أهداف في الدوري الصربي الممتاز بالرغم من أنه لسه ما عداش سن 18 سنة. القيمة السوقية لستيفانوفيتش الحالية هي 6.5 مليون يورو، وبكل تأكيد في حالة تطور مستواه بشكل أكبر فقيمته السوقية هتزيد، وأكيد هيكون إضافة قوية جدا بعد عودته في عام 2023 للعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.